القنبلة التي استخدمت طبعا هو قنبلة وليست صاروخ، أي بمعنى بالأساس الرغبة في إحداث قدرة تدمير عالية جدا. الصاروخ المستخدم هو GBU-39، وهذا بالحقيقة من الصواريخ التي تستهدف أو تستهدف الأهداف الاستراتيجية، والأهداف الاستراتيجية ذات التحصين الخرساني العالي أو التدريع العالي. مثل شنو يعني؟ يعني هاي القنبلة يعني مثل شنو اللي تستهدفه؟ عذرا الصوت عندي منخفض دكتور. مثل شنو يعني مثل شنو اللي تستهدف هاي القنبلة؟ أحسنت. هي ليش احنا نقول انه هي من السلاح استراتيجي؟ لأنها تستخدم في العمليات المباشرة وفي الضربات الميدانية، يعني في ميادين معركة وليس في ميادين يحضر فيها وجود السكان المدنيين، لأنه إحنا ما استحقاق يطلق عليه بقواعد الاشتباك واللي تحدثنا عنها كثيرا، هي يجب عدم سقوط ضحايا مدنيين، عدم وجود تدمير بنى تحتية، وعدم وجود حالة رعب أو هلع للسكان المدنيين. كل هذه قواعد الاشتباك. شنو تتميز هاي القنبلة وشنو شنو اللي تسويه من الدمار؟ نعم، بالحقيقة هذه القنبلة تطلق من مسافة تتجاوز 40 كيلومتر، وهذا يدلل على أنه هي أساساً تستخدم في العمليات القتالية. تحمل سلاح ذات رأس تدميري 110 كيلوغرام، علماً أنه لم تطلق قنبلة واحدة وإنما 3 قنابل، فضلاً عن أنه تحتوي 17 كيلو إضافة إلى رأس التدمير اللي هو 110 كيلو أو 113 كيلوغرام، بها 17 كيلو من الـ FX-757، وهي مادة تعزز رأس التدمير بالقنبلة بتدمير عالي مصحوب بحرارة عالية وإحداث ما يطلق عليه بالإفراغ الهوائي للمكان المستهدف. طبعا التدمير قاتل، النيران حارقة، ارتفاع درجة الحرارة يحدث فجوة هوائية. هذه الفجوة الهوائية تؤدي إلى أحداث ما يطلق عليه بتخلخل الضغط، لأنه ترتفع درجة الحرارة ارتفاع عالي تفوق 2005. هذه الفجوة الهوائية تؤدي إلى أحداث ما يطلق عليه بتخلخل الضغط، لأنه ترتفع درجة الحرارة ارتفاع عالي تفوق 2500 درجة مئوية. فعندما ترتفع درجة الحرارة بهذا الشكل تصبح في الفضاء الجوي فجوة، بعدها يندفع الفضاء الخارجي باتجاه هذه الفجوة الهوائية لملء الفراغ. هذه مسألة فيزيائية تأثيرها على الإنسان، أنه اللي ما قتله التشظي ولم تحرقه النار، فمع هذا الاندفاع والتخلخل في الضغط يضرب الحويصلات الهوائية فيسبب لزيف واختناق وموت البشر. يعني هذا ما تبقى، يعني ميت ميت. أحسنت. ولذلك هي من الضربات التي يخرق فيها القانون الدولي. هذه على مستوى السلاح المستخدم. على مستوى الهدف، هذه المدرسة التي يتواجدون فيها هي تحت مظلة الأونروا. ماذا يعني قبل هذا الأونروا؟ قبل هذا دكتور، فقط الصوت عندي منخفض، إذا يرفعوا لي الصوت تقدرون. دكتور قبل هذا، يعني شنو الداعي لاستخدام قنبلتين على 100 شخص بهذه الطريقة؟ ثلاث قنابل. زين، هاي الثلاث قنابل بإمكانها أن تقتل شقد؟ يعني هي من حيث التدمير تدمير شامل، ولكن بقدر عدد العدد المتواجد، كل العدد المتواجد استشهدوا. لو كان العدد أكثر لكانت الضحايا أكبر. يعني لو نقول كانوا موجودين 1000 أو 1500 شخص، نعم، ممكن تقتلهم بالكامل. علما أنه هذا المقذوف بالتحديد استخدم في العراق وفي أفغانستان.